تهانينا طبعا لكل ابطالنا النهارده في دوره العاب البحر المتوسط، واكيد نسمع تهنئه او نهني مباشره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. يا فندم مليون مبروك الانجازات النهارده والميداليات العظيمه لبعثه مصر في دوره العاب البحر المتوسط. الحمد لله. بص يعني الف مبروك، ودي رساله ان احنا يعني الحاله العامه من يعني الرؤيه غير المظبوطه احيانا، يعني احنا لازم نبص كده لقدرنا وقدر مصر ورياضينا ويعني ولادنا الحمد لله نتائج، يعني ده بدايه تاهيل والاعداد لموسم حتى الاولمبياد 2024 دوره البحر الابيض المتوسط احنا عليها. الدوله المصريه مجسده في وزاره الشباب والرياضه، كل الشكل المفروض يليق باسمنا وشكلنا والدوله الجديده. الحمد لله لاول مره البعثه تكون شكلها بهذا الشكل، تنسيق مع الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه، ونطلع لهم طياره لغايه مفيش كونكشن طبعا ينزل القطر. كان المفروض يبقى في نزول الجزائر ثم رحله، يعني طلعنا الفريق كله الطياره خاصه، شكرا لمعالي وزير الطيران. الحمد لله يعني النتائج لغايه دلوقتي يعني تتماشى مع المجهود والتخطيط اللي بنقوم بيه من 2019. صحيح. انا المهم ان المستوى السن لابطالنا اللي بقى موجود في كل الالعاب، يعني بنشوف كاس طاوله هنا موجوده، وبنشوف يعني زي ما شفنا بطل العالم في رأس الابطال ثلاث ميداليات، المستوى السن بتاعه ايه، والمشروع القومي للموهبه والناشئين، مشروع مصر الاستراتيجي حتى 2028. احنا في درجه من الاهتمام عاليه جدا بولادنا برياضينا، حتى لو يعني طبيعي جدا وسائل التواصل المجتمعي كذبت وكترت وبنشوف، لكن الخط مستقيم في العمل في الفكر في التنسيق. حتى النهارده يمكن انا بنفسي كلمت علي زين، احنا كلنا كنا في الجزائر، وانا سالت بنفسي يمكن مع المنتخب هناك، وقابلت منتخب مصر في الجزائر والمدرب طبعا اللي عمل انجازات كتير جدا او كبيره، المدير الفني الاسباني لمنتخب الهاندبول، ويعني المفروض علي في جزء بس عدم تنسيقي كان المفروض هيجي على يا فندم. بعد اذن حضرتك عشان اوضح للساده المشاهدين، عشان كنت لسه اتكلمت في الموضوع ده، علي زين من شويه كان عمل تويت ان هو كان جه مطار القاهره وكان مستني استقبال، وكان قال ان وزاره الشباب والرياضه كانت وعدته باستقبال جيد في مطار القاهره بصفته بطل لدوري ابطال اوروبا مع برشلونه كمشرف ل الرياضه المصريه. فحضرتك بتوضح دلوقتي هذا؟ لا، هو بس طبعا كويس كريم انت بتوضح. اتفضل. هو مش بنوعد، احنا الوزاره بنقابل كل ابطالنا وبنديهم الجزء المعنوي، حتى لو ده احيانا بيبقى ادوار الاتحادات، لكن احنا دور كبير جدا، الوزير بينزل بيقابل الابطال دول بيكرموا اعلى تكريم من الدوله. لكن يمكن علي شرفنا، علي يعني مستوى انجازه زي محمد صلاح، كلهم سفراء كبار جدا محترفين في اماكن كبيره جدا، ليها معنى كبير جدا ان علي يكون اول محترف بهذا الشكل يعني في نادي برشلونه ويجيب بطوله، اكيد له وزن وتقدير. ولكن يعني كان في ما بين ان هو يطلع على الجزائر مباشره يرتحل بالفريق او يجي على مصر، يعني يمكن في جزء عدم تنسيق شويه مع الاتحاد. لكن انا بنفسي كلمت علي وقرينا التويته وانا لسه جاي من الجزائر. عظيم. كلمته وبالعكس بكره كمان ان شاء الله هنقابله. علي ده يعني اخلاقه كبيره جدا. صحيح. وده الادوار اللي احنا بنعملها لكل الرياضيين، ودي رساله من للاعلام وللصحافه، علشان برضو يعني دايما اول باول كده لا ما في حرص شديد جدا على الرياضيين وكمان احتفاء بيهم بما يطيق، ايا كان الشكل، هو ده دايما بيكون احسان معنوي لقدر اللاعب في بلده، واحنا يعني لازم نعمل ده وبنعمل ده. طبعا يا فندم. في مقابله لعلي قبل، هو مسافر الساعه 2 عشان الطياره بتاعته، لكن في مقابله ليه، واحنا طبعا فعلا في عدم تنسيق شويه، لان هو يعني برضه هيجي على الجزائر ولا هيجي على مصر، لكن خلاص احنا تواصلنا واحنا بنقابل كل، مش مجرد المقابله، لكن ده خلاص بقى نظام موجود يعني بنعمله كتير في مصر. عظيم يا فندم. اشكرك يا فندم على التوضيح. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه يرد على ما اثير في اللحظات الاخيره او الدقائق الاخيره فيما يخص التويت اللي كتبها علي زين بطلنا المصري
في كرة اليد الفائز مؤخرا مع فريق برشلونة الأسباني بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد. الراجل كتب أنه أنا كان المفروض هيبقى في استقبال ليا في مصر، وكان وزارة الشباب والرياضة قالت لي أن هيبقى في استقبال يليق بيا بصفتي، عملت بطولة كبيرة مع برشلونة شرفت مصر في دوري أبطال أوروبا، وده عمل له دي أو زعل. دلوقتي الدكتور أشرف صبحي بنفسه وزير الشباب والرياضة يوضح هذا الأمر، وبيقول أنه ما كانش في تنسيق بس بينه وبين الاتحاد، بين اللاعب وبين الاتحاد، ان الوزاره تعرف ميعاد وصول اللاعب بالظبط الى مصر. هو تصور انه اللاعب هيصل الى الجزائر مباشره للمشاركه مع منتخب مصر كره اليد في دوره العاب البحر المتوسط. هو وصل مصر اولا ومسافر بكره الجزائر، والسيد وزير الشباب والرياضه بيقول انه هيبقى في لقاء مع اللاعب غدا ان شاء الله قبل سفره الى الجزائر لانضمام لمنتخب مصر، وقال انه اللاعب مقدر تماما، وقال كمان انه الكلام على لسان سياده الوزير الشباب والرياضه منذ لحظات معانا اهو، انه تواصل مع علي زين ووضح له الامر والامور هدئت تماما.